ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. يعني إذا أنت تشوف الكفار في نعم، هذه النعم لا تبقى، تزول. أنت شوف الطغاة الذين كانوا من قبل، حتى الطغاة الذين حكموا سنين طويلة، 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، بعض الطغاة حكموا والدنيا كانت مطيعة لهم، لكن انتهى الأمر، خلص ما إلى بقاء. شنو قيمة هذه العزة الظاهرية من غير بقاء؟ تتبعها ذلة دائمة. أما المؤمن قد يكون في هذه الدنيا مضطهدا، معذبا، مطاردا، محروما من حقوقه، لكن هذه أيضا أيام قلائل. الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام أوصل رسالة إلى هارون العباسي، وكان الإمام في السجن، كل يوم ينقضي من الصعوبة التي أنا فيها أيضا ينقضي من النعمة التي أنت فيها، لأن الإنسان كل يوم يمضي منه يكون يوم أقرب إلى الموت. زين أنت مسجون، كل يوم يمضي من السجن، صحيح في صعوبة قضيت ذلك اليوم لكن قضيته، مضى، وذاك صحيح كان في نعمة ورفاه أيضا مضى ذلك اليوم. ثم بعد أيام قلائل كلاهما يموتان ويجتمعان عند الرب الذي هو أحكم الحاكمين. والباقيات الصالحات، الطاعات هي التي تبقى.